مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المرأة في الحدث. نبدأ حلقة اليوم من تركيا، فمع قمع وتضييق الحريات تتزايد الدعوات لإطلاق سراح المعارضين المعتقلين. وأيضا من سوريا سنتحدث عن سيدة تمكنت من الفرار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي تحاول التخلص من الصدمة النفسية. كما ولدينا وقفة في الجزائر نتحدث فيه عن الهوس المتزايد بعمليات التجميل، وباقة من الأخبار المنوعة تتابعونها أيضا، ابقوا معنا. مر ما يقرب من 6 أعوام وما تزال الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في غينيوكسكداغ خلف قضبان سجون النظام التركي تحت ذرائع وحجج واهية، من ضمنها دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية ومعاداة سياسات النظام في البلاد. لنشاهد معا. إلقاء القبض والاضطهاد والاعتقال التعسفي عناوين رئيسية ينتهجها النظام التركي في حملاته القمعية المستمرة ضد كل من يقف في وجهه أو يعارض حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد. وفي محاولة للقضاء على المعارضة وإسكات المناهضين له ولسياساته التسلطية، أصدرت سلطات النظام التركي في آخر جلسة لها حكما بالسجن 3 سنوات وشهر 1 على الرئيسة المشتركة السابقة في حزب الشعوب الديمقراطية المعارض غينيوكسكداغ والمعتقلة منذ عام 2016 تحت ذرائع وحجج واهية، من ضمنها دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية ومعاداة سياسات النظام بالبلاد. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي حدثت بعد قرار اعتقالها، إلا أن سلطات النظام تواصل التصعيد ضدها، فقد تم رفع الحصانة البرلمانية وحق العضوية في حزب الشعوب الديمقراطية عنها. ذرائع والأسباب لاعتقال القادة الرئيسيين لحزب الشعوب الديمقراطية، كان في اتهامات موجهة من النظام التركي الحالي وعلى رأسه الرئيس التركي أردوغان ممثلا لحزبه طبعا، بوجود علاقة ما بين حزب الشعوب الديمقراطية وحزب العمل الكردي الكردستاني. بالتالي هاي الاتهامات قادت لحملة اعتقالات جدا كبيرة واسعة، وشملت طبعا قادة الحزب من ضمنها ديمرتاش أيضا ب 4 أكتوبر 2016. مناشدات ودعوات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعدة منظمات حقوقية بإطلاق سراحها مع الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش و12 نائبا آخر والعشرات من رؤساء البلديات، إلا أن أنقرة ترفض قطعا قرار الإفراج عنهم ولا تأبه بقرارات المحكمة الأوروبية. كان في محاولة وبيان من وقرار بعتذر مش بيان قرار من محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة التي يتم اعتقاله بناء عليها. واجب اليوم على السلطات التركية بشكل رئيسي احترام التعددية واحترام تشكيل الأحزاب وقياداتها والأجندات التي تحملها. يجب حماية طبعا جميع مكونات الشعب التركي وعدم الالتفاف ضمن مكون معين أو استخدام هذه الذرائع لزعزعة الأمن الداخلي، ولكن في المقابل لم يكن هنالك أي إثبات لمحاولة الحزب بأن يقوم بهذا الشيء، فيجب إطلاق سراح كل شخص متهم، لأنه لم تكن فقط على قادة الحزب ولا إنما بالإضافة إلى ما يقدر ب 25,000 تم استجوابهم أو اعتقالهم من 2016 إلى غاية هاي اللحظة. ظلام السجن وآلام العذاب لم يكسرا إرادة غينيوكسكداغ في المضي قدما بإكمال مسيرة النضال والمقاومة، فقد تمكنت خلف قضبان السجن من إعداد كتاب تحت عنوان الجدران ستنهار، مشددة على أن الحقيقة لن تتغير حتى لو اعتقلت أكثر من 20 مرة أخرى. تمكنت السورية رودا شلاش من الفرار من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة السورية مع أسرتها،
قبل 5 سنوات من الآن، إلا أنها لم تستطع التخلص من الصدمة النفسية التي خلفتها ممارسات داعش، وهي تحاول الآن تجاوز هذه الصدمة. لنتابع. على الرغم من فرارها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بمدينة الرقة مع أسرتها قبل 5 سنوات، إلا أن السيدة السورية رودا شلاش لم تستطع تجاوز الأمر والتخلص من الصدمة النفسية التي خلفتها وحشية التنظيم الإرهابي. رودا ذات 43 عاما، وهي أم لأربعة أطفال، بقيت تتنقل قبل أن تستقر قرب العاصمة دمشق على بعد مئات الكيلومترات من منزلها، لكنها ما زالت تحمل ندبا نفسية غائرة من آثار الصراع والعنف والنزوح. ذكريات احتجاز زوجها وضربه والتخفي من الإرهابيين وصور أقاربها الذين قتلوا إبان سيطرة داعش على مدينتهم لا تزال تطاردها. أشوف شلون الأحداث صارت قدامي، يعني أشوف شلون يعني وقت يتشتلون بالعالم، شلون وقت يعني ماتوا هذول القرايبنا الخمسة، يعني 5 زلم والمرة، يعني أشوفهم شلون يعني دمهم يجري بنهر الفرات، يعني ما فيني يعني أقدر أنساهم، ما أقدر أنسى الشيء صار جداً. مرت أخوي شلون حرقت، يعني ذاب هدومها ذابت عليه. رودا التي تعمل في الحياكة لم تكن قادرة على العمل أو رعاية أبنائها، الأمر الذي ألقى العبء بالكامل على كاهل الزوج في رعايتها والعناية بشؤون المنزل ومحاولة مواصلة العمل الذي يؤمن قوت الأسرة. هم نائمين يكونون أشيل حب أشرب وأنتحر، أجيب السكين، يعني أنا ما كنت واعي على حالي نهائيا. جوزي هو يبلش يحكي لي، يقول لي تضربين راسك على الحائط، يعني ما يقول أكثر النوبات، يعني تجيبين السكين تبعجين حالك، تبعجين واحد من ولدك. مرة من المرات يعني نزلت حالي، لو ما لحقني يعني ما كان، يعني أنه يقول لي بدش دكتور نفسي. ومثل ملايين السوريين الذين يئنون تحت وطأة أزمة تدور رحاها منذ أكثر من عقد في مجتمع محافظ بشكل عام، فقد ترددت رودا في طلب المساعدة النفسية خوفا من نظرة المجتمع. أخاف أنه بكرة يعني أنه يقولون هاي مجنونة معاها مرض نفسي، أنه يعني هاي مجنونة، لو مو مجنونة ما راحت على دكتور نفسي. في النهاية طلبت المساعدة من مركز للدعم في العاصمة دمشق، حيث تم توفير استشارة فردية لها، وشاركت أيضا في ورش عمل جماعية. رودا كانت عم تعاني من PTSD، اضطراب الشدة ما بعد الصدمة، نتيجة الأحداث يلي عاشتها. طبعا هي كانت بمنطقة تعرضت لأذية كتير كبيرة، وتعرضت لهجوم من المسلحين، وهي عاشت هاي الأحداث، عاشت القتل، الدمار، الإرهاب، الذبح والرجم كمان. ومنذ أن بدأت في تلقي العلاج اشترت رودا ماكينة للحياكة وبدأت في العمل من جديد، وباعت بعض ما صنعته بيديها، وعن ذلك تقول أنها فخورة بحق نفسها لأنها امتلكت الشجاعة لمحاولتها تجاوز ما حدث لها في الماضي. تشهد المدن الكبيرة في الجزائر في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على عمليات التجميل رغم الأضرار النفسية الناتجة عنها بحسب ما أكده مختصون نفسيون. تفاصيل أكثر عن أضرار ونتائج هذه العمليات في سياق التقرير التالي. عملية التجميل لم تعد حكرا على من يعانون من تشوهات خلقية، بل باتت هوس العديد من النساء. سناء شابة جزائرية تقول أنها تريد أن يراها الآخرون بالشكل الذي ترسمه لهم، الأمر الذي يدفعها للتفكير في إجراء عملية تجميلية. في هذا الوقت شغل كامل الناس لو يديروهم، وثاني شغل نحس روحي
شغل نرتاح لشكلي اكثر ما نوليش نحس روحي انسيكيور كي نشوف روحي في المرايا جو نحس روحي بلي انا هذه انا هي اللي حابه نكونها وش ما نعيش روحي بزاف بالماكياج ولا جو ندير اوبيراسيون نسلك راسي ثمثم جو خلاص نولي نبان كيما راني حابه. تؤكد خبيرات التجميل أن العديد من النساء أصبحن مهووسات بإجراء عمليات تجميلية غير ضرورية في الكثير من الأحيان. المرأة الجزائرية راهي بصفة عامة تتوافد كثير على العيادات الطبية التجميلية، يعني بارابور يعني بالنسبة للماضي كانت حتى في الصحة في وزارة الصحة كان ممنوع هذا الشيء، ولكن من ساعة ما افتتحت الأبواب لهذا التجميل يعني راه فيه صدى كبير على التجميل الخارجي على التجميل الروحاني. طبعا عملية التجميل والتي قد يكون هدفها الأول إنسانياً تحولت إلى إدمان لدى العديد من النساء وذلك لأسباب عديدة. لكن احنا اللي انا نشوفه انه ما يهمناش الشيء العادي، يهمنا الشيء الغير عادي او لا سوي في الموضوع، وهو الادمان على عمليات التجميل وهذا الانتشار الواسع الذي نراه مؤخرا. ممكن جدا مراهق او مراهقة تلجأ الى عمليات التجميل، النساء والرجال كذلك على حد سواء، فهذا يعني هذا الامر هو الذي يخيفنا صراحة. فنحن كأخصائيين نفسانيين في هذا الموضوع نتناول هذا الموضوع من ناحية الاضطرابات النفسية، هل الشخص حقا يعاني من اضطراب نفسي ادى به الى اللجوء العملية تجميلية عفوا او لا؟ بين التجميل والتغيير الكامل للشكل مسافات كبيرة تقاس بدوافع أبرزها تركيز الميديا بشكل عام على المظهر الخارجي وخلق معايير موحدة للجمال تتنافى أحيانا كثيرة مع الطبيعة البشرية. من الجزائر سارة بانا اليوم. قالت وسائل إعلامية محلية إن 5 نساء من نادي الملكات السائقات المخصص للنساء يقودن دراجات نارية على طريق الكورنيش في العاصمة التونسية لتشجيع النساء على القيادة والمشاركة في سباقات محلية ودولية. لتشجيع النساء على القيادة والمشاركة في سباقات محلية ودولية، بادرت 5 نساء من نادي الملكات السائقات المخصص للنساء بقيادة دراجات نارية على طريق الكورنيش في العاصمة التونسية. النادي المخصص لقائدات الدراجات النارية يضم عدداً من النساء، لكن القليل منهن يمارسن القيادة بالفعل لأنهن لا يجدن الأمان. عنا أكثر من 300 طفلة معدية برمي موتو في تونس وماهيش تمارس في الرياضة متاحة ولا غرامها، خاطر تو سامبلومون ماهيش لاقية السيكوريتي، ماهيش لاقية المجموعة أنها تضمها، ما تحبش تخرج مع الأولاد، تحب جمعية متاع بنات، وإحنا هذاك هو الهدف متاعنا أن نعملوا جمعية للبنات كهو. عندما تقترب المرأة من أي شيء ميكانيكي يصبح الأمر خطيراً في نظرة المجتمع، لكن في الحقيقة من الممكن أن تكون المرأة أفضل بكثير من الرجال سواء في القيادة أو أي شيء آخر ترغب به. المجتمع ديما يخاف من طفلة تسوق موتور، طفلة تسوق كهرباء، مرأة بصفة عامة في الكابش تقرب الميكانيكي راوها خطر على الميكانيك. لا برابور هي لا تنجم تكون خير من الراجل راهو في السياقة وخير من الراجل في برشا حاجات، يعني تسوق خير منه نعش حتى في الرالية تعمل كلاسمون خير من الرجال. مش حكر راهو. في يوم مشمس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمعت مجموعة من النساء لقيادة الدراجات النارية وممارسة شغفهم وكسر الصورة النمطية. فكرة بي اونيت بار بي، كل واحدة على روحها عاملة بيرمي متاعها وماخذة موتور على روحها. جيت خدوجة لمتنا فركست علينا سوغ انستغرام فيسبوك تو، فركست علينا لقاتنا كل واحدة هكا في شيرة في بلاد في بلاصة، بعثنا دي ميساج قاتلنا علاش نتوما هكا، علاش احنا بعاد محليك. فرحنا كل واحدة دو سابار فرحت على الاخر وقالت اي سبيان، معناتها اللي توا وليت ماذا بينا كلوب للبنات وحدنا. وتستهدف عضوات نادي الملكات السائقات تحدي الأنماط المجتمعية بمحاولة تغيير مفهوم الناس بشأن قيادة المرأة للدراجات النارية. ومقال حلقة اليوم للكاتبة نور يوسف نتابعه بعد الفاصل.
مقالها تطرح الكاتبة نور يوسف مجموعة من الأسئلة حول القضايا التي تثير الإشكاليات الحقوقية حاليا، مثل قضية ضرب الزوج لزوجته، فتقول: لماذا لم يستبشعها القدماء كما يستبشعها إنسان العصر الحديث؟ لنتابع. تطل علينا بين الحين والآخر معارك تراثية يكون أطرافها المؤسسات الدينية والوسطيون والعامة، كالمثارة حاليا حول ضرب الزوج لزوجته، وأنا أراها في الحقيقة معركة للحداثة ضد ممارسات القرون الوسطى، وهي معارك صحية إلى حد بعيد إذا نظرنا إليها نظرة استشرافية. وبغض النظر عن تمسك المؤسسات الدينية بموقفها، فإن هناك اتجاهات أخرى تحاول التبرير، وهذا ما يدل على أن الأمر مستهجن ومحرج لديهم إلى درجة التبرير ومحاولة لي أعناق النصوص لجعل الأمر أكثر تقبلاً لدى إنسان العصر الحديث. فنجد الكلام عن الضرب بالسواك أو الضرب غير المبرح أو حصر الضرب على جريمة الزنا أو الحديث عن تلذذ المرأة بالضرب، وكلها محاولات واهية لأن الإنسان الحديث يجد نفسه بين شقي الرحى. والنصوص الدينية واضحة من جهة، وتطور الحقوقي في الزياد من جهة أخرى، والمحرك الأساسي الذي يحرك هذا الاتجاه لدفع الشبهة عن الدين هو استشعار الحرج من فكرة العقوبة البدنية التي لا يمكن أن تمر عبر ضمير حي رغم تحفظي على لفظ العقوبة كما سيتضح لاحقا. ولكن في الحقيقة هناك سؤال في غاية الأهمية، وربما تكون إجابته حلا للإشكال: لماذا هناك قضايا مثل ضرب الزوجة وغيرها من العقوبات البدنية التي تثير الإشكاليات الحقوقية حالياً قد أقرت منذ أزمنة القرون الأولى للتشريع؟ ولماذا لم يستبشعها القدماء كما يستبشعها إنسان العصر الحديث؟ ما الذي جعل تلك القضايا مسكوتاً عنها سابقاً؟ ولماذا تثار حالياً؟ بالإجابة عن هذه الأسئلة نصطدم بحقيقة أن تلك القضايا بوجه عام كانت مقبولة في زمن ما، أما الآن فقد تجاوزها الزمن وتطورنا نحو الأفضل والأحسن. يجب أن نعترف بذلك لنكون موضوعيين. فباستقراء تساتير القرون القديمة والوسطى نجد أن العقوبات البدنية البشعة كانت عرفا مقبولا وغير مستهجن بين الناس في تلك الأزمنة، بل كانت طبيعية وأحيانا مستحسنة. حتى أن من بين فقرات تسلية الجمهور في الإمبراطورية الرومانية كان يتم إلقاء المسيحيين للأسود تفترسهم أمام الناس الذين كانوا ينتشون بتلك المشاهد ويسعدون بها. ونجد أيضا آلات التعذيب التي كانت تستخدم على نطاق واسع لمعاقبة المذنبين وأصبحت معروضة في المتاحف الآن. فمع التطور والتغير في مفهوم حقوق الإنسان وارتقاء منظومة العقوبات، بل وتغير فلسفة العقوبة ذاتها، أصبحت تلك القضايا مستهجنة. ولعل هذا هو ما يجعلنا نتقبل روايات وحوادث تاريخية تراثية ولكننا نرفضها عندما يجسدها تنظيم الدولة الإسلامية داعش على أرض الواقع. لذلك يجب وضع تلك الممارسات في سياقها التاريخي لنفهم أننا يجب أن نتجاوزها، ويجب علينا التطور والسير مع حركة الزمن نحو الأفضل. هذا إذا سلمنا أساساً بأحقية الزوج في إنزال عقوبة ما بالزوجة، وهو الأمر الذي أصبح هو الآخر من ممارسات القرون المتخلفة التي كان الزوج يمتلك فيها زوجته ويتصرف فيها كما يشاء. فكل إنسان هو كيان مستقل بغض النظر عن جنسه أو دينه أو عرقه أو انتمائه، وله كل الحقوق وعليه كل الواجبات. باقة من الأخبار المنوعة نتابعها بعد هذا الفاصل القصير. المغنية الهندية لاتا مانجشكار التي أطلق عليها لقب العندليب، وهي من أكبر الرموز الثقافية في بلادها، يوم الأحد عن عمر ناهز 92 عاما. لنشاهد معا. رحلت عندليب الهند لاتا مانجشكار التي تعد من رواد الموسيقى على مدى أجيال ومن أكبر الرموز الثقافية في بلادها عن عمر ناهز 92 عاما.
كانت مانجيشكر قد نقلت إلى المستشفى في 11 من الشهر الماضي بعد إصابتها بكوفيد-19، وقال الطبيب المعالج إنها توفيت نتيجة فشل في وظائف عدة أعضاء بعد أكثر من 28 يوما من العلاج في المستشفى. ومن المقرر إقامة جنازة رسمية لها، وأعلنت الحكومة الحداد العام حتى يوم الاثنين مع تنكيس الأعلام. وبدأت مانجيشكر مشوارها في الغناء في السن المراهقة، وغنت على مدار 73 عاما ما يزيد على 15,000 أغنية ب36 لغة، وأطلق عليها لقب العندليب. وحصلت مانجيشكر على أعلى وسام مدني في الهند في عام 2001، كما منحت وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام مدني في فرنسا عام 2009. رحاب علاء. أضحت مسنة يابانية تنهز من العمر 72 عاما نجمة عقب اقتحامها مجال رياضة البنش بريس، أي رفع الأثقال أثناء الاستلقاء على الظهر، وهي في سن 50 لتغدو الآن بطلة عالمية 19 مرة وتستعد للظفر بلقبها العالمي 20. عزيمة المرأة لا تعترف بعمر، هذا ما أثبتته المسنة اليابانية تشيومي ساوا في استعدادها للظفر بلقبها العالمي 20 في رياضة البنش بريس، أي رفع الأثقال أثناء الاستلقاء على الظهر، وهي في 72 من عمرها وجدة لثلاثة أحفاد. الجادة اليابانية بدأت تدريباتها وهي في سن 50 بقصد خسارة الوزن لتطرق بعدها أبواب العالمية، ويشتهر اسمها بفضل إنجازاتها، وما يدعو للدهشة أن كل هذه الإنجازات كانت نتاج تدريب لمرة واحدة فقط في الأسبوع. وما إن خاضت غمار المنافسة في المستويات العليا في عام 2006 حتى استحوذت شومي على العديد من ألقاب البطولات العالمية، حاصدة بذلك المراكز الأولى في أغلب البطولات بمختلف فئات الأوزان. أحد أسباب النجاح يتجلى في ذلك الشعور بتحقيق إنجاز لدى رفع الأثقال، كما أنه يسعني التوجه كل عام عقب نهائي البطولات اليابانية إلى البطولات العالمية، وهذا ما أقوم به مراراً وتكراراً وعلى مدار 20 عاماً. وفي الوقت الحالي تستطيع البطلة العالمية رفع أثقال يصل وزنها حتى 127 كيلوغراماً، بعد أن كانت تدهش من حولها برفع 50 كيلوغراماً في بداية مشوارها برياضة البنش بريس. كشفت دراسة أن التزهير المبكر للنباتات في بريطانيا يزيد من المخاطر على النظام البيئي، ويقول البروفيسور وولف بونتغن أن التزهير المبكر يمكن أن يهدد الحشرات والطيور وكائنات أخرى بالحياة البرية، تعتمد على تزهير نباتات معينة في أوقات محددة بموسم النمو. لنتابع معا. النباتات في بريطانيا يدفعها ارتفاع درجات الحرارة إلى التزهير قبل شهر تقريبا عن الموعد المعتاد على مدى يزيد عن عقدين منذ منتصف الثمانينيات، مما يشكل مخاطر محتملة على الحياة البرية حسب ما قال العلماء. We see on average across all 406. الباحثون بقيادة أولف بونتغن البروفيسور في مجال الجغرافيا بجامعة كامبريدج بحثوا في تواريخ أكثر من 419,000 حالة تزهير مبكر مسجلة لعدد 406 أنواع من النباتات خلال الفترة من 1753 إلى 2019، وقارنوها بدرجات الحرارة التاريخية المسجلة
التي كشفت أن المناخ يصير أكثر دفئة، والتحول الأكبر إلى التزهير المبكر قبل 32 يوما رصد بين الأعشاب التي تتمتع بمستويات عالية من التكيف الجيني، وهو تغير يقول بونتغن إنه كبير. ويقول البروفيسور إن التزهير المبكر يمكن أن يهدد الحشرات والطيور وكائنات أخرى بالحياة البرية تعتمد على تزهير نباتات معينة في أوقات محددة بموسم النمو. وقال إنها لن تكون مشكلة في حالة تغير كل شيء بنفس السرعة، لكن ليس ذلك ما يحدث حسب ما يعتقدون. وأوضح أن بعض قطاعات النظام البيئي تكون أكثر حساسية ولديها القدرة على الاستجابة بسرعة، في حين أن قطاعات أخرى تكون أبطأ. وذكر أن دراسة لاحقة ستبحث في تأثير التزهير المبكر على النظام البيئي الأوسع. وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، أشكركم مشاهدين على كرم المتابعة، إلى اللقاء.